اولا هذه الجهه كتعرفوا بانه جهه يعني عندها مكانه كبيره داخل المملكه، عندها مكانه كبيره عند صاحب جلاله الله ينصره، الكل يحبها، وحنا جد فرحين انه اليوم نختتموا يعني هذه الاجتماعات. من بعد كان عندنا اجتماع اليوم هذا الصباح مع المستشارين، نختتموا هذه الاجتماعات الجهوية كلها هنا في مدينة الداخلة. البارح كنا في العيون وقلنا اليوم العيون عينية، واليوم احنا التي واليوم احنا في الداخلة كنقولوا والواد وادي يا سيدي. ففرحة كبيرة تعمنا اليوم بهذا الحضور وهذا الحضور القوي. بغيت نقول بأنه هذه الجهة الحمد لله لها مشاريع جد كبيرة. أنتم شفتوا بأن الطريق اللي كتوجد واللي جات في البرنامج ديال التنموي اللي جا به صاحب الجلالة 77 مليار للمناطق الجنوبية، واللي اليوم كتشوفوا النتائج ديالو اللي بدات كتوصل للمواطنين وكيلمسها المواطنين، وكتشوفوا الطريق بين العيون وبين الداخلة وحتى اللي وصلت للقرقارات، وكتشوفوا كذلك انه من العيون حتى لتزنيت الامور كيفاش كتحسن. ان شاء الله في هذه المنطقة غادي يكون واحد السياشي اللي غادي يبنيه القطاع الخاص لا فونداسيون، واللي غادي يخرج الوجود ان شاء الله في اقرب الوقت باش يكون عندكم. لان سمعت واحد السيده الصباح مستشاره كتشكى شويه على المستشفى يعني الجهوي، فغادي يكون اكبر من مستشفى جهوي، وغادي يكون اس اش سي اش اللي قرر سيدنا باش يعملوا في هذه المنطقه، وهذا مكسب للمنطقه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.